الفساد والسياسات الاقتصادية والمالية يلي كان عندنا مواقف كتيرة منها، بدءا برئيس تيار المردة وصولا إلى جميع أعضاء التكتل الوطني. كان عندنا بعدة مناسبات بمجلس النيابة وبكل الإطلالات الإعلامية تخويف وتحذير من أنه الوضع قد ينفجر في أي لحظة إذا ما أمعنا بالسياسات يلي كنا معتمدينها، بالإضافة إلى شلل مؤسسات الدولة والتعطيل. كل هذه الأمور خلت الناس توصل لمرحلة وتنتفض، تنتفض لكرامتها وتنزل على الشوارع وتطالب بأدنى حقوق وتعبر عن وجع حقيقي عند الناس كنا نشوفها بعيون الناس، لأنه نحن بتواصل دائم مع المواطنين. وقت واحد كان يروح لأي محل يتطلع بعيون الناس يحس الشدة يلي عم يمرق فيها البلد. يلي صار ما في شك أنه صدمة كبيرة ولازم تشكل فرصة فعلية، أو خلوني استعمل تعبير آخر، نستغلها لأنه تكون فرصة حقيقية لمعالجة الأزمات المزمنة وللعبور لدولة فعلية، دولة فيها وطن وفيها مواطن ومواطنة. من هون خوفنا أيضا لاستغلال البعض الشارع والناس لأهداف سياسية. نحن عنا خوف، نحن مش عم نقول شايفين في الشيء، بس عنا خوف، ولازم هيدا الموضوع يكون في فرز دقيق بين المطالب المحقة وغيرها. ولكن ما في شك انه الاساس اليوم ولازم ينبنى عليه هو الوجع الحقيقي. بهيدي الظروف عم ندعي كتكتل وطني، اولا الدولة ومؤسساتها اليوم للاستمرار في تقديم الحد الادنى من متطلبات الناس والقيام بكامل واجباتها تجاه المواطن. بلشنا عم نسمع انه في خوف على الدواء، انه في خوف على المحروقات. كل يوم المواطن بيوعى على خبر شكل كان من المصارف او وضع العملة او غيره. نحن بندعي الدولة والمؤسسات والبنك المركزي انه يستمروا بتأمين الحد الادنى من العملة الصعبة ومن حاجات الناس، وخصوصا الدواء، لانه اليوم كنا عم نحكي وطرق باجتماعنا موضوع الدواء وغيره مواد اولية. كما يدعو التكتل، وهون الأساس، الإسراع في تشكيل حكومة بعيدة عن منطق الشخصانية والبطولات الوهمية التي مارسها البعض بالسابق وما زال مصر على ممارستها حتى هذه اللحظة. حكومة تحظى بثقة الناس والمجلس النيابي، حكومة تؤسس لدولة المؤسسات ولمؤسسات حقيقية بدءا بقضاء مستقل. اجتمعنا اليوم لأنه سمعنا نحن بتشاور دائم بين بعضنا ومع الحلفاء أنه في استشارات يوم الاثنين، إنما نحن الاستشارات بنتبلغها من القصر الجمهوري وعبر المجلس النيابي كما يجب أن تكون بحسب الدستور وبحسب المؤسسات الدستورية. وقت اللي نحن بنندعي على الاستشارات بشكل رسمي، ساعتها حيكون عنا موقفنا الرسمي بهذا الموضوع، الموقف الذي يرضي ضميرنا الوطني. وشكرا. إذا في حدا بيحب يسأل أي سؤال. طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي، هل انتم بوارد تسميته؟ يعني طريقة طرح تسرب الصفدي، كيف بتشوفه؟ تسرب اسمه للوزير محمد الصفدي. وقت اللي هذا الطرح بصير جدي، نحن كنا يمكن متوقعين انه بهالايام يكون اصبح الطرح جدي، لانه ما عندنا كثير وقت للترف السياسي وما عندنا اذا بدك رفاهية الوقت يلي دائما البعض يمكن بيعتبره ما له قيمة. مين عندك وقت اليوم؟
حكينا عنهم وقلنا اللي عم يشخصنوا الأمور واللي بعدهم متمسكين وعم يستعملوا سياسات استعملوها بالسابق أدت لشلل بمؤسسات الدولة لمصالح ومكاسب شخصية ومراكز. نحن بمرحلة الوطن أعلى منا كلياتنا سوا، نحن بمنزل صاحب الشعار وطني دائما على حق، بتصور الوطن أكبر منا كلياتنا سوا والوطن أكبر من كل المراكز. واليوم بهالمرحلة الدقيقة نخجل أنه نقول أنه في البعض بعده عم يفكر بهذا الشكل. هلأ بما يختص بتسمية الوزير الصفدي، وقت بيصير هذا الموضوع مطروح بشكل جدي ساعتها نحن نجتمع ومناخذ القرار المناسب مثل ما قلت لك يلي بيرضي ضميرنا الوطني ويلي منشوفه مناسب للبلد بهذا الظرف الدقيق. قانون العفو شفنا انه في بعض الشوائب، نحن اذا وصلنا على التصويت على قانون العفو نحن لن نصوت على صفة المعجل المكرر، لانه نحن بنعتبر انه هذا القانون يجب ان يعود الى اللجان لدرسه بالتفاصيل وازالة الشوائب التي يلي من ضمنه لهذا القانون. اما اذا انطرع التصويت كما هو فنحن لن نصوت عليه. نحن اليوم متمنيين وعم نطالب بأنه يكون في استشارات بأقرب وقت وأنه يكون في حكومة على قدر أمال المواطنين اللبنانيين والمجلس النيابي وعلى قدر الوطن والمرحلة ودقة المرحلة. طولي باك أنتم بمسار أنه يكون التأليف مأمن قبل التكليف، أو برأيكم أنه لازم نمشي بالاستشارات من أجل تكليف حكومة ومن بعدها تجي عملية؟ نحن بهمنا يكون في حكومة بأسرع وقت. نحن ناس كان عندنا تاريخ بس جايين من أحزاب سياسية ومن تكتل في أعضاء سياسية تعرف قيمة الدستور وبتحترم الدستور ولا تقبل بتحريف الدستور، إنما نحن في واقع سياسي أمامنا اليوم، ما بدنا نفوت بالتفاصيل، مش وقت أنه نفوت بسجالات سياسية. خلينا ننتظر ونتمنى أنه يكون بأقرب وقت في نوصل لنتائج تسعدنا وبتسعد اللبنانيين، وبرجع أقول لك على قدر الأمال لأنه مرحلة دقيقة جدا ومرحلة ما بتتحمل الشكوك والأوجه يلي ما بتشبه البلد اليوم وما بتشبه المرحلة. مستعدين تشاركوا بحكومة سياسية تكنوقراط أو بس تكنوقراط؟ نحن أي حكومة ترضي الناس وتنال ثقة المجلس النيابي هيدي حكومة معناتها فيها المواصفات الحد الأدنى. بدنا حكومة فيها ناس أوادم، ناس وجه بيوحي بالثقة للمواطنين. نحن اليوم حكومة تكنوقراط ولكن كمان بيتميزوا بثقة وبنظافة كف وبيخلقوا ارتياح بالشارع اللبناني. هيدي الحكومة يلي بنتمناها، وأكيد يكون فيها أخصائيين هيدي الحكومة. غيره هذا بيحب يسأل شي سؤال؟